أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، النهاردة ميعادنا مع المراجعة النهائية في مادة التاريخ. بس قبل ما نبدأ المراجعة عايزين كده ناخد فكرة عن يعني إيه مراجعة. المراجعة معناها إن أنا خلصت المنهج تماما مذاكرة وهبدأ أراجع على اللي أنا ذاكرته. طب عشان تبقى المراجعة مثمرة المفروض أذاكر إزاي وأراجع إزاي؟ طبعا أنا خلصت مذاكرة فهبدأ أراجع، أمسك درس درس وأبدأ أحل على كل درس علشان اثبت المعلومات اللي انا ذاكرتها او حفظتها من الدرس ده. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لما تيجي تراجع او تيجي تحل لازم تقرا السؤال كويس جدا جدا، كلمه كلمه وحرف حرف، لان ممكن تفرق معاك في كلمه تتغير او في تاريخ يبدله علشان يغلطك. فعشان كده لازم لما تيجي تقرا الاسئله تبقى مركز وصاحي لكل كلمه علشان تجاوب صح. النقطة الثالثة، لما نيجي نجاوب الأسئلة المقالية اللي هي بما تفسر وما النتائج، لازم إجابتنا تبقى منظمة في شكل نقط وخطنا يبقى كويس وتبقى مركز تماما أنت وبتكتب الإجابة بتاعتك. طب الأسئلة الثانية اللي هي زي اختار أو صح وخطأ مع تصويب الخطأ أو صوب ما تحته خط، دي أسئلة لازم تبقى مركز فيها علشان بيبقى في نقطة أو كلمة صغيرة وسط الكلام بتغير معنى السؤال. طبعا انت لازم تخلي بالك من كل الحاجات اللي احنا قلناها علشان تبقى مراجعتك مثمرة وتقدر تستفيد من المراجعة، وان شاء الله نحصل على الدرجة النهائية بإذن الله. يلا بينا نبدأ دلوقتي النهاردة مع مراجعة التاريخ. هنبدأ بأول سؤال عندنا وهو ضع علامة صح او خطأ مع تصويب الخطأ. ممكن السؤال يجي كده، ممكن يجي ضع علامة صح او خطأ فقط، ممكن يجي يقول لك ضع علامة صح او خطأ مع ذكر السبب في الحالتين، يعني صح ليه وغلط ليه. يلا مع بعض نشوف اول نقطة عندنا. اول نقطة بيقول ايه، تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي نتيجة لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. طبعا هنا الاجابة صح. ليه؟ لان دولة المماليك تدهورت اقتصاديا بسبب تحول التجارة الى طريق رأس الرجاء الصالح الذي اكتشفه البرتغاليين. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية بتقول ايه؟ انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية بهزيمة السلطان سليم الأول. كان في صدام ما بين العثمانيين والصفويين، هذا الصدام انتهى المفروض هنا بيقولك بهزيمة، لكن هو انتهى بانتصار سليم الأول على الصفويين. لو احنا فاكرين مع بعض بقى الراجع في معركة اسمها معركة جلديران. يبقى هنا التصويب هنشيل كلمة هزيمة ونحط كلمة انتصار سليم الأول. النقطة الثالثة، هزمت جيوش تومان باي في موقعة مرج ضابق. جيوش تومان باي، تومان باي ده ملك المماليك، في موقعة مرج ضابق. الإجابة خطأ. الغلطة فين بقى في السؤال هنا؟ معركة مرج ضابق، لأن جيوش تومان باي هزمت في موقعة الريدانية. طب امال مرج ضابق مين اللي اتهزم فيها؟ اتهزم فيها السلطان الغوري، السلطان الغوري. ومرج ضابق كانت 1516 والريدانيه كانت 1517. النقطة الرابعة عندنا، تعد الحملة الفرنسية على مصر والشام جزء من التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا. الحملة الفرنسية اللي جت على مصر كانت جزء من التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا. الإجابة هنا صح، لأن فعلا كان في صراع استعماري بين انجلترا وفرنسا، والحملة الفرنسية على مصر دي مرحلة من مراحل هذا الايه؟ الصراع الاستعماري. النقطة الخامسة مع بعض، اصطحب الجيش الفرنسي مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون لدراسة أحوال مصر. نابليون لما جه إلى مصر مع بالحملة الفرنسية كان معاه مجموعة من العلماء في جميع العلوم والفنون. الإجابة صح. ليه بقى نابليون كان جايب الناس دول معاه؟ قلنا لدراسة أحوال مصر ومساعدة نابليون على استغلال موارد مصر الاقتصادية. النقطة السادسة، واجه أهالي مدينة الأسكندرية الحملة الفرنسية بزعامة السيد محمد كريم. الإجابة هنا صح، لأن أول واحد يواجه الحملة الفرنسية كان عندنا السيد محمد كريم، وبعد كده تم القبض عليه وأعدم رميا بالرصاص. النقطة السابعة، استخدم المماليك المدافع والمعدات الحديثة في مواجهة القوات الفرنسية. يعني المماليك لما دخلوا في معركتين مع الفرنسيين، معركة شبرخيت ومعركة إمبابة، كانوا بيستخدموا المعدات الحديثة. الكلام ده صح ولا غلط؟
طبعا خطأ، لأن الفرنسيين هم اللي كانوا بيستخدموا الأسلحة الحديثة، أما المماليك فاعتمدوا على الأسلحة القديمة. يبقى هنصوبها إزاي؟ هنقول استخدم المماليك المعدات القديمة أو الأسلحة القديمة، أو هنعكس ونقول استخدم الفرنسيين المدافع والمعدات الحديثة في مواجهة المماليك. كده صح وكده صح. النقطة التامنة، بعد أن غادر الفرنسيون مصر عين محمد علي باشا واليا على مصر من قبل السلطان العثماني. احنا عارفين ان الحملة الفرنسية خرجت من مصر سنة 1801، بعد ما خرجت السؤال بيقول ان محمد علي اللي هو اصبح واليا على مصر، طبعا العبارة هنا خطأ. ليه؟ لان محمد علي اصبح حاكما على مصر في عام 1805، وبعد خروج الحملة الفرنسية كان هناك صراع وفوضى في البلاد بسبب صراع بين المماليك والانجليز والعثمانيين على السلطة. يبقى بعد ان غادر الفرنسيين مصر، طبعا هنا هنشيل كلمة عينة محمد علي، هنقول تم تعيين والي عثماني على مصر من قبل السلطان العثماني. نقطة رقم 9، جهر محمد علي باشا بالانضمام الى العلماء والمشايخ. لما المصريين بعد ما خرجت طبعا الحملة الفرنسية وكان في صراع وكان في مشاكل، قلنا محمد علي بدأ يراقب الأوضاع وبدأ يشوف الدنيا ماشية ازاي، فالمصريين قاموا بثورات، كان من يعني من أهم هذه الثورات ثورة 1804. محمد علي عشان يكسب المصريين جهر بالانضمام إلى المشايخ والعلماء. يبقى العبارة هنا صحيحة. يعني كلمة جهر يعني أعلن إن هو ينضم إلى العلماء والمشايخ، يعني ينضم إلى الشعب ولا ينحاز إلى العثمانيين أو الجنود الحامية العثمانية. رقم 10، تخلص محمد علي من المماليك بطردهم ونفيهم خارج البلاد. محمد علي لما تولى الحكم تخلص من الزعامة الشعبية بنفي عمر مكرم إلى دمياط 1809، وتخلص من المماليك. طب تخلص منهم إمتى أو فين؟ تخلص منهم محمد علي في مذبحة القلعة 1811. يبقى إجابة السؤال هنا خطأ وهنصلحها. تخلص محمد علي من المماليك في مذبحة القلعة 1811. طب نشوف رقم 11، تضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية في عهد محمد علي. يعني تضاءل يعني انخفضت مكانة علماء الأزهر أو قلت مكانة علماء الأزهر. النظام اللي عمله محمد علي اللي هو نظام الاحتكار أثر على الأوضاع الاجتماعية، في طبقات اختفت وطبقات ظهرت. فمن ضمن الطبقات التي تأثرت بهذا النظام كان علماء الأزهر، لأن محمد علي عمل مدارس حديثة وبدأ يرسل البعثات التعليمية إلى الخارج، فبدأت تنخفض مكانة علماء الأزهر والقيادات الشعبية. رقم 12، أنشأ محمد علي المدارس الحديثة ومنها المدارس الحربية المختلفة. الإجابة هنا صح، لأن محمد علي اهتم اهتمام كبير جدا بالتعليم وعمل جميع أنواع المدارس، الطب والمهندس خانة والمدارس الحربية، كل أنواع المدارس من أجل النهوض بالبلاد. رقم 13، اهتم محمد علي بترجمة كتب العلوم المختلفة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية. هنا إجابة السؤال بيقول لك اهتم محمد علي بترجمة كتب العلوم المختلفة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية. طبعا الإجابة هنا خطأ، أنا آسف، هنا في غلطة في الطباعة. المفروض من اللغات الأجنبية إلى اللغة الإيه؟ العربية. بدأ يترجم الكتب من الإنجليزي والفرنساوي إلى اللغات اللي هي اللغة العربية علشان يستفيد منها. رقم 15، أدرك محمد علي أن بناء القوى العسكرية هي الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه. يعني إيه الكلام ده؟ محمد علي حس أن الجيش هو اللي يساعده في تحقيق أهدافه، فبدأ يفهم كده، فبدأ يهتم اهتمام كبير جدا بالجيش، ودي إجابة صحيحة. محمد علي أدرك أن القوى العسكرية هي الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه، هو الجيش اللي يساعده في تحقيق إمبراطورية كبيرة، دولة كبيرة بيحلم بيها، فعشان كده كان موجه اهتمام كبير جدا للجيش. النقطة رقم 15، أنشأ محمد علي ترسانة بحرية في أسوان لصناعة السفن. هنا الإجابة خطأ، لأن محمد علي عمل ترسانة لصناعة السفن في بولاق ثم في الأسكندرية. وقلنا قبل كده الترتيب مهم، بولاق الأول ثم في الأسكندرية. لكن محمد علي في أسوان عمل إيه؟ عمل مدرسة حربية، عمل مدرسة عسكرية حربية في أسوان. رقم 16، أصدر سعيد باشا اللائحة السعيدية في شهر أغسطس 1858.
سعيد باشا لما تولى الحكم بعد عباس اصدر اللائحه السعديه، ودي خاصه بالزراعه سنه 1858، يبقى الاجابه هنا صح، لان سعيد باشا اصدر اللائحه السعديه من اجل تحسين احوال الفلاحين. 17 انشأ الخديوي اسماعيل مجد الشوى النواب 1863، الاجابه خطا، التصويب 1866. 18 ادى كفاح الزعيم محمد فريد الى استقاله اللورد كرومر من منصبه كمعتمد بريطاني، الاجابه غلط، وبدل محمد فريد مصطفى كامل هو اللي كان سبب في استقاله اللورد كرومر. اخر نقطه، تالف الوفد المصري عقب انتهاء الحرب العالميه الثانيه سنه 1945، الاجابه خطا، بعد الحرب العالمية الأولى. كده يبقى احنا خلصنا السؤال الأول اللي هو بتاع صح وخطأ مع التصويب، نتقابل مع بعض في سؤال تاني.